أمس عشناه ولن يعود، الأمس عشناه ولن يعود، واليوم أيضا نعيشه ولن يدوم، وغدا لا نعلم أين نكون. هذه ثلاثة أيام في الحياة الناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة، وأي إنسان يحيا ولا يرى الموت. اليوم الأول في الحياة أمس لن يعود، هذه حقيقة الإنسان وحياته على الأرض، لأن حياة الإنسان كبخار يذهب قليلا ثم يروح. وإيمانا أن اليوم الذي يمضي لن يرجع أبدا بأي صورة سوى. عشان كده وجب علينا أن نستعد من الآن كأن نحيا في السماء. وسليمان الحكيم أيها الأحباء وضع لنا منهجا عظيما جدا في الحياه، حينما يقول اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي السنون فتقول ليس فيها خلاص. هكذا هو الانسان، نحن ننجح ونفرح ونحزن ونلهو في الحياه، ومشاغل هذه الحياة تجهلنا جميعا وننسى هذا الكتاب المقدس المحبة لن تأتي بصبر. لكن أين الصبر؟ أين الهدف في الحياة؟ أين الإيمان بأن هناك موت على كل البشر؟